في عنا رصدي النجوم أول رصد عنا إن رصدين الرصد الأول طلع على السماء بوقت صفر الرصد الثاني طلع على السماء بوقت واحد الرصد الثالث طلع على السماء بوقت اثنين الرصد الثالث بوقت اثنين زائد ثلاث وهكذا لكل إن رصدين بعدين بس يطلع الرصد اف ان الرصد الاول برجع بتطلع بعد a 1 seconds لما تطلع الرصد الاخير بعدين برجع بالرصد الثاني الرصد للرصد الان بعدين برجع الاول زي هيك للابد هسا السؤال بتطلع عليها فيها نجمه هاي النجمه بتضوي مره كل تي ايام كل تي ايام تضوي مره هسا احنا عارفين انه من وقت صفر ل تي ماينس 1 حتضوي مره ممكن تضوي مثلا من وقت خمسه او اليوم الخامس هسا لما تضوي باليوم الخامس حترجع تضوي بعد تي ايام فحتضوي يوم خمسه زائد تي بعدين حترجع تضوي خمسه زائد 2 تي يعني حترجع تضوي خمسه زائد 3 تي وهكذا الى الابد فهسا النجمة هاي في لها تي احتمالات لأول مرة تضوي يعني هي 0 1 2 3 تي ماينس 1 فلو ثبتنا امتى ضوت مثلا 5 ففعليا واحد من الان راصدين هو حيشوفه أول مرة لو في راصد يعني هاي النجمة أول مرة تنشاف حتنشاف من واحد من هدول الان راصدين فلكل احتمال ممكن تضوي فيه النجمة لما نفترض كل مرة ضوت يوم صفر يوم واحد يوم اثنين يوم تي ماينس 1 كل مرة ضوت فيه لازم اعرف انو راصد حيشوفها اول مرة فلكل راصد بدي اعرف كم احتمال ليوم تبدو فيه النجمة اول مرة حيث هو يكون اول شخص رصد هاي النجمة ونشوف السامبل طبعا نشوف اول سامبل فعليا انا الراصد الاول حيكون بوقت صفر الراصد الثاني حيشوف بوقت ثلاثة الراصد الثاني الراصد الاول حيشوف بوقت خمسة بعدين الراصد الثاني حيشوف بوقت ثمانية الراصد الاول حيشوف بوقت عشرة وهكذا الى الابد هسا النجمة بتضوي مرة كل اربع مرات مرة كل أربعة أيام هسا لو النجمة ضوت باليوم صفر فالرصد الأول حيشوفها إنه الرصد الأول حيطلع على السماء بيوم صفر حيشوفها فهي الرصد الأول حيشوف باليوم صفر هسا لو النجمة ضوت باليوم الأول يوم واحد في حتضوي بعد كمان أربعة أيام باليوم الخامس حتضوي كمان أربعة أيام اليوم التاسع بس أول مرة حتنشاف هي اليوم الخامس عشان يوم الخامس الرصد الاول حيكون بطلع على السماء فحيشوفها ويعني هو اول واحد حيشوف هاي النجمه برضه الرصد الاول حيشوف لو النجمه اول مره طلعت كان يوم واحد فالرصد الاول حيشوفها لو النجمه اول يوم طلعت فيه كان اثنين في حتضوي يوم اثنين يوم ستة يوم عشرة فبرضه هون وقتها الرصد الاول اول مره حيشوفها انه هو اول واحد انه يوم 6 يوم 2 ما فيش اي رصد بيكون موجود يوم 10 الرصد الاول بيكون موجود فهو اول واحد حيشوف هاي النجمه برضه لما تكون النجمه عم تضوي اليوم الثاني تكون اول يوم ضاء لها حيكون حيشوفها الرصد الاول واخر احتمال لاول يوم تضوي فيه هو يوم الثالث حتضوي يوم 3 و7 11 بس فعليا يوم الثالث بيكون الرصد الثاني موجود فهو اول واحد بيشوفها فالثاني حيشوف حيكون اول واحد شاف هاي النجمه اذا هاي النجمه ضوت اول يوم الها كان يوم الثالث
فمشان هيك الراس الاول حيكون له 3 ايام احتمال انه هو اول واحد يشوفها، والراس الثاني حيكون له يوم واحد. فهذا السؤال لكل راصد، تشوف كم احتمال او كم مرة ممكن يكون هو اول واحد شاف هاي النجمة؟ واضح السؤال؟ الوقت شكله حصل حل في بي اف اس منها؟ ايه؟ حل في بي اف اس؟ لا لا هي كل المعادلات ونص كلها هيك سطر سطر واحد؟ انجوز تو انجوز كم من حل؟ مش انجوز مش مضبوط؟ طب هسا ناخذ اكزامبل تي بتساوي 9 ايام، و عندي A1 بتساوي 1 A2 بتساوي 2 و A3 بتساوي 2، فعندنا 3 اشخاص ولنفرض انه عندي 9 نجوم، فلكل جد اشوف من اول واحد حيشوفها. هسا 9 نجوم، هسا الراصد الاول النجوم المقيمين من 0 ل 8، الراصد الاول اول يوم حيرصد فيه اللي هو 0، ثاني يوم حيرصد فيه وحيكون مجموع اي اي كل مجموعهم 5، ثاني يوم حيرصد فيه حيكون 5، ثالث يوم حيكون 10. هسا انا ما بهمني فين رقم اليوم، بهمني النجمة الموجودة بهذا اليوم. النجمة الموجودة بهذا اليوم هو 10 معادلة 9 اللي هي النجمة الثالثة. فالنجمة اللي يكون اول يوم بضوي فيها اليوم 3 هاي هي النجمة اللي راح اشوفها اذا فيش حد شافه من قبل، واليوم بعدي حيكون 8 وهيك. هسا الشخص الثاني اول يوم حيكون شوف 2 7، بعدين 5 12 مدلة 9 قديش كان هون؟ 1 و 6 هون 7 3 و 8. الشخص الثاني أول شيء أول نجمة حيشوفها النجمة الثانية، بعدين النجمة السابعة، بعدين النجمة الثالثة، بعدين النجمة الثامنة وهيك. الشخص الثالث نحط له أول يوم نشوف الأيام نشوفها. هسا لو خلينا نرسم الأيام كدوائر نجوم، نجمة صفر واحد 2 3 4 5 7 8. هسا اذا في شخص حاليا يعني بشوف النجمة الصفر، فالنجمة اللي حيشوفها بعدين هي حتكون نجمة 5. اللي حاليا قاعد بشوف النجمة الخامسة حيشوف بعديها نجمة 1، قاعد بشوف 1 حيشوف 6، قاعد بشوف 6 حيشوف 2 وهكذا. زاد 5 12 زي هيك، وهي النجمة فأي شخص لو في شخص حاليا قاعد بشوف النجمة هاي نجمة معينة، فأنا عارف بالضبط إيش النجمة اللي حيشوفها بعدين بغض النظر عن مين هذا الشخص. ممكن تعيد الحكاية؟ ماشي. هسا نفرض إنه في عنا شخص
حاليا قاعد بشوف النجمه رقم صفر. فايش النجمه اللي حيشوف، ايش النجمه حيشوفها بعد هاي النجمه؟ حتكون النجمه الخامسه. بغض النظر عن مين الشخص قاعد بشوف، اي شخص حاليا قاعد بشوف النجمه صفر حيشوف النجمه بعديها حيشوفها حيكون رقمها خمسه. والحاليا قاعد بشوف النجمه رقم خمسه، النجمه اللي بعديها حيشوفها هي واحد. حاليا قاعد بشوف واحد، حيشوف النجمه اللي بعديها سته. وهكذا لكل نجمه بعرف لو في شخص حاليا قاعد بشوفها فايش النجمه اللي بعديها حيشوفها. مش شرط تذكر كل النجوم بهاي الطريقه. مش شرط. يعني كان الستي واحد بينه. هسه تي هي 9 اللي هو عدد النجوم. لنحكي انه ايش او ايش النجمه اللي حشوفها بعد دي نسميها اكس، اللي هي مجموع اي اي عمري تساوي 5. يعني لو شخص بشوف النجمه اي فالنجمه اللي حيشوفها بعد ديها هي اي زائد اكس بقسم على تي. هسه بهاي الحاله لو شخص بلش بنجم صفر وصار يشوف يشوف فعليا حيشوف كل نجمه مره بعدين حيرجع على نجمه صفر. حيروح 6 2 7 3 4 0. هسه هل شرط انه الشخص يشوف كل النجوم ولا لا؟ إذا كان تيم إنه تيو إكس إذا إنه واحد، لو كانت مثلاً إكس 3 ف اللي بشوف نجمة صفر المرة الجاية حيشوف نجمة 3، المرة الجاية حيشوف نجمة 6، يعني حيرجع يشوف صفر، يعني حيرجع 3 6 0 3 6 0. ف كيف بدي أعرف إذا أو كيف هناك 8؟ لا اكس 5. لا ما هو بحكي لو كانت 3. لو عندي شخص هسه فعليا بهمنيش من الشخص، انه كل شخص اذا عرفت حاليا من هو بعرف كل طريقه بقدر اعرفه. فالشخص يعني لو عرفت لو حددت المكان الحالي للشخص كيف بقدر اعرف قديش طول السايكل اللي حيمشيها؟ وفعليا دائما حيكون سايكل، حيشوف نجمه 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 بعدين يرجع للنجمه الاصليه. تي على اكس الاسيم هسه هون اكس حيكون 3. وفعليا تي تقسيم الجي سي دي بين تي واكس. لو كانت تي 6 مثلا تكون ستة بعدين ثلاثة. طيب وليش أصغر من تي؟ ليش جسد تاع تي وإكس تي أقل من جسد دي؟ قصدي أكبر من جسد دي. طيب هطلع فراكشن مش هطلع رقم جسد دي بقسم الطرفين. انت حكيت والجي سي دي بين تي واكس على تي صح؟ لا تي على الجي سي دي. اوكي انا سمعت الجي سي دي على تي. ممكن حكيت ايش؟ انا حكيت صح. انا حكيت صح. طب تي على جي سي دي مشان فعليا هسه لو شخص واقف بس انت بتصير سايكل عنا لما المسافه اللي امشيها كليه باقي القسمه على تي تكون صفر. لو هسه بالبدايه حكون ماشي صفر مسافه بين حمشي تي لا حمشي اكس قصدي. ما بصيرش ليش تي على الجي سي دي؟ هاي نفس الـ LCM. أول شيء حكون ماشي صفر مسافة، بعدين أكون أصير ماشي X، بعدين 2X، بعدين 3X،
بعدين 4 اكس. بس لو انا حاليا عند ستار واي فالسايكل بتخلص اول ما ارجع على ستار واي نفسها. اخ بس مش عارف اي دي ستار، فهي المسافه اللي قطعتها فعليا مدلتي، ف حتكون مدلتي مدلتي تعطيني ايش الاندكس تبع الستار. بس مشان اوصل ارجع لستار واي فلازم راح اوصل قيمه زد ضرب اكس بحيث باقي القسمه على تي بتساوي واي، صح؟ يعني الحين واقف عند تي وما مشيت اي مسافه، راح امشي اكس بعدين راح امشي 2 اكس بعدين راح امشي 3 اكس، راح اضلني امشي بالاخير حرجع ل واي. امتى برجع لواي؟ لما اكون المس انه بعد ما امشي واي فعليا هون واي واي بلس اكس واي بلس 2 اكس واي بلس 3 اكس واي بلس 4 اكس واي بلس زد اكس. ف هات كل واحد يكون مدلة مدلة مدلة، فأنا بدي y بلس زد اكس مدلة تي بيساوي y. هاد يعني انه زد اكس مدلة تي بيساوي صفر. وامتى زد اكس مدلة تي بيساوي صفر؟ هي تي على جسر. هسا اول مرة زد ضرب اكس مدلة تي بيساوي صفر هو لما تكون زد ضرب اكس بيساوي ال LCM اللي هو lowest common multiple T وال X. إنه ال lowest common multiple هو أصغر رقم بحيث T بقسمه و X بقسمه. ف بالضبط، فأنا بحتاج أول رقم T بقسمه إنه بقسم على T بيساوي صفر. اول لحظه بيصير هذا الناتج بقسم على تي بيساوي صفر هو ال سي ام بين تي واكس. شي واي زائد يس واي ام دي واي بلس زد اكس بقسم على تي بيساوي واي، فبدي زد اكس بقسم على تي بيساوي صفر. فاول لحظه زد اكس بكون بقسم على تي بيساوي صفر هي لما خلينا نكتبها كمعادلة. زد اكس كونجروان ل 0 مود تي مش صح ناقصنا وما رجعت. ف بس انه ايش اول مضاعف؟ انا فعليا بمشي على مضاعفات اكس، فايش اول مضاعف لاكس بقسمه على تي بيساوي صفر هو ال سي ام بين T و X. مفيش رقم أقل من LCM بين T و X ومضاعفات X بغل قسمة T غير LCM. فمشان أعرف حجم السايكل أو طول السايكل بأخذ ال T تقسيم GCD بين X و T. إنه ال LCM هو أول وقت اول وقت، ف يعني زد اكس بيساوي ال سي ام، فانا بدي اعرف زد اللي هي كم خطوه مشيت. فزد هي ال سي ام، حكينا زد اكس ال سي ام بين تي و
2x وال LCM هي T BX على G CD TUX. ف Z بتساوي T سيم G CD TUX. فهيك بعرف كم خطوة لازم أمشي مشان أرجع لحالي. هسا لو الشخص لو عندنا شخصين قاعدين تي 9 وإكس 6 وقاعدين كل واحد بيبدأ بمحل شكل، فكيف بدي أعرف هل هم حيلتقوا ولا لا؟ هل حيشوفوا نفس ستارز ولا لا؟ يعني عندي مثلا شخص جاء الصفر وشخص باضي على الواحد، فالواحد حيكون زي هيك مشي هيرجع الواحد. فلو عندي شخصين كيف بدي اعرف هل حيشوفوا نفس الستارز ولا لا؟ صح، اذا هم نفس المود بالنسبه لايش؟ هم فعلا على نفس السايكل. بس كيف بدك تعرف اذا هم على نفس السايكل؟ مود معك هون زيرو مود. لو عندك ست مود عندك شخص واقف على الثلاث شخص واقف على الصفر اذا هم نفس المود على على مود الجي سي دي تي. ايوه اذا هم نفس المود على القيمه اللي احنا هي طول السايكل هي تي تقسيم الجي سي دي اللي هي طول مش طول السايكل لا مش طول السايكل هي بقسم مع الجي سي دي جي سي دي بين تي و اكس. بس فين كم سايكل عندي؟ فين جي سي دي ضحى اكثر السؤال هذا التنتين نفس الشيء يعني جي سي دي والتي على جي سي دي نفس القيمة. مش هيك لو حكينا عندنا تي 8 و اكس 2 فهون كم سايكل حيكون عندي؟ لا 2 هسا هون صفر حيزور 2 2 حيروح 4 6 1 حيتروح 3 5 7 1 هسا هون عندي 2 سايكلز مشان اعرف الشخص عنو سايكل باخذ مدلج جي سي دي. هسا الجي سي دي بيناتهم هو 2 ف اثنين عدد السايكلز هو 2 مشان كل واحد طولها 4 8 4 وعدد السايكلز بيكون هو الجي سي دي. عدد السايكلز هو الجي سي دي والطول هو تي تي تقسيم جي سي دي. هسا لو اخذنا مثلا شخص واقف هون لو اخذنا الاي دي تبعت ستار مود للجي سي دي وسمينا الجي سي دي هو جي فلو اخذنا 3 مود ل جي 2 بيساوي 1. هسا الخطوه اللي بعديها اللي حيمشيها هتكون اكس 2. هسا اكس اكيد من مضاعفات الجي سي دي انه الجي سي دي بين تي واكس اكيد بقسم اكس وتي ف ما دام انه مضاعفات التي مضاعف يعني اكس موديلا جي
بساوي صفر. ف فعين لما لما الشخص واقف هون امشي اضيف عليه اكس فعين قاعد بضيف صفر مودل جي. ف قيمته الاصليه مودل جي بعد ما امشي حضرها نفسها انه اكس مودل جي صفر. ف فعين لما امشي لما امشي اضيف عليه اكس كني زي كني بضيف زائد صفر بضل بساوي واحد. ما ارجع امشي كم مره زائد صفر بساوي واحد. فلو شفت الجيس المود على المود على جي لستار فانا عارف لما امشي حيضل نفس المود. كل ما امشي حيضل نفس المود عشان اكس بقى قسمة على جي صفر. لكني كل مره بضيف صفر بضيف صفر. ف الشخص عارف اذا الشخص المود على جي بساوي واحد فحيضله واحد طول الطريق مستحيل يتغير. فالكل لهم المود على جي واحد حيشوفوا نفس الستارز والمود على جي صفر حيشوفوا ستارز مختلفين. هسا اللي نفرض انه الجي سي دي كان واحد فناخد هون خمسة بس مشان الجي سي دي واحد حيكون عندنا السايكل واحدة وطولها حيكون 8 لنرسمها حيكون 5 بعدين 2 بعدين 7 بعدين 4 1 6 3 أنا حيرجع الصفر. هلا كل ما كان عارف وين حيروح. هسه لو بسطتها بس بسطت الرسمة كروف حكينا هون هاي الصفر الواقف على الصفر حيروح على خمسة الواقف على خمسة حيروح على اثنين صغر شوي صفر خمسة اثنين سبعة أربعة أربعة واحد بعدين ستة بعدين ثلاث بعدين هيرجع للصفر. ففعليا مشان الشخص يجي على السبعة لازم يجي يعمل اثنين أو يكون وقف على الخمسة يروح اثنين سبعة وقف على الصفر يروح خمسة اثنين سبعة. فلو عندي أنا مثلا بالبداية كان راصد هنا كان عندي راصد هون وكان عندي راصد هون. هسا الصفر أول راصد حشوفها هاد الأربعة أول راصد حشوفها هاد والستة أول راصد حشوفها هاد. هسا الخمسة واثنين والسبعة أكيد حشوفهم هاد الراصد مشان شاف السبعة واثنين وخمسة لازم الراصد يمر من صفر ويجي لهم. فالراصد واقف هون هو أول واحد حيشوفهم إنه بعد مشان هاد راصد يشوف هدولا لازم يمشي من الصفر بس الراصد الأول أصلاً جاء الصفر فهو حيسبق لهم. وهون الواحد حيشوف أربعة وثلاثة حيشوف هسه. فلو كنت أنا مرتب فردا معطيهم ترتيب 0 1 2 3 4 5 7 عدد النجوم حيشوفهم أول راصد هو 4 ناقص 0 هو 4 نجوم. النجوم حيشوفهم تاني راصد 6 ناقص 4 نجمتين. والنجوم حيشوفهم آخر راصد 7 0 ناقص 6 مدلة إنه 2. بس لو بدينا لو كان عندنا سايكل واحدة زي هيك فلك
الراصد لو عرفت بس اول محل حيشوفه او مكان حيشوفه، بعدين نشوف اشوف قبل الراصد البعدي كم في ستار. فهذا هو جواب هذا الراصد. هذا كل سايكل صح؟ كل ستار عبارة عن سايكل واحدة. فأي ستار رح يشوفها الراصد أول واحد قبلي. يعني برجع رجوع حتى ألاقي أول راصد قبلي هو أكيد حيشوفها. فأنا بحتاج بس أعرف لكل واحدة لكل ستار إيش ترتيبها بهاي السايكل. لو عرفت هذا الشيء فعرفت لكل راصد قد كم واحد كم ستار حيشوفها صح؟ ليش الجيش يسوي كل سايكل؟ قصدي يسوي عدد السايكل؟ بس طول السايكل هي تي تقسيم جسدي صح؟ ماشي. طب فالعدد بيساوي طول عدد بيساوي عدد الانس كلهم تقسيم طول السايكل. كل السايكل نفس الطول حيطوله؟ كل السايكل نفس الطول، انه فعليا اي شخص حيمشي مسافة اكس فحيمشي مشان يرجع لمحله لازم مقدار المشاة اللي هو زد ضرب اكس هو 3 يساوي 0 صح؟ حيمشي اكس 2x 3x 4x لزد اكس. فاول قيمه للزد اكس بتساوي بقسم على تي بتساوي 0. فهون بيكون مشي مسافه مود لتي بتساوي 0. نعم انه هاي عندك سايكل احمد هاي حلو. هسه هون تي 8 فحيمشي 5 بعدين 5 5 5. هسه باي لحظه مشيها زد اكس لو كان زد اكس مدله 4 قصدي زد اكس مدله تي مثلا كان 3 بعد فتره مشي كثير فاكيد حيكون واقف عند ستار 3 صح؟ ف لو كان واقف عند 1 وزد اكس مدلة تي برضو 3 فحيكون واقف عند 4. انه مقدار يعني ماشي ومشى قيمة كبيرة مقدارها زد اكس. بس انا اذا عارف انه زد اكس يعني ايش يعني زد اكس مدلة تي بتساوي 3 يعني زد اكس بتساوي مثلا دبليو ضرب تي انه مشى لفها تي مر دبليو مرات زائد 3. فلما اوصل مرحله زد اكس مدلة تي بتساوي 0 فهذا يعني انه مشيتها دبليو تي زائد 0 انه مشيت تي مرات. فاول مره بتساوي زد اكس اول مره يعني شوف اقل قيمه للزد بحيث زد اكس مدلة تي بتساوي 0. هاي القيمة زد اكس حتكون بتساوي ال سي ام بين تي واكس. فعليا انت بدك اصغر مضاعف لاكس بحيث مدلة تي يكون 0 اللي هو ال سي ام بين تي واكس. فعرفت زد اللي هو الطول اللي هو تي تقسيم من الجي سي دي لانه كلهم لهم نفس الزد اكس بس البدايه فانا ما بيهمني البدايه بالمره بس بيهمني المسافه القطعيه. فمشان هيك كل السايكلز نفس الطول وعددهم تقسيم اللي تي على الزد هي عددهم جي سي دي والطول تي على الجي سي دي. طب كيف بدنا نعرف ترتيب ستار بالسايكل هاي؟ بس ايش القيمة نفسها؟ هسا هاي القيمة مثلا 2 ايش بتمثل؟ هي فعليا نحكي هاي 7 او
ماشي سبعة، هي فعليا بتمثل 3x. انا كنت بوقف عند صفر، مشيت اكس 5، مشيت كمان اكس، مشيت كمان اكس، فهي 3x قيمتها، وهاي 4x وهاي 5x، فهي فترتيبها فعليا هو هذا الرقم اللي هي كم خطوه مشيت، انه هاي 0x، هاي 1x، 2x، 3x، 4x. فلو فانا راح يكون عندي الرقم 7 وبدي اعرف هسه السبعة هي حتكون congruent ل zx مودولا t. فانا بدي اعرف قيمة z، اذا عرفت قيمة z فبعرف ايش يعني z، هي هون حتكون 3. فكيف بدي اعرف قيمة z هون؟ عندي x، عندي t، بس ضل مجهول واحد z. كيف نعرف؟ قسمة زي ما صرت قسمة مودل المودل. نحن بناخذ مودل. طيب بتعمل انه مودل الانفرس ديفيجن. ما جربت بس زد اكس كونجروانت ل 7 مودل تي. ف زد اكس زد بتساوي زد كونجروانت ل 7 ضرب اكس قوة سالب 1 فاي مودلتين فاي اولا ستوشن اولا اصلا. كيف بدنا نجيب اكس قوة سالب 1؟ هسا بنفعش نقسم 7 تقسيم اكس مشان هون كل عملياتنا مودلتين. تعرف المودل الانفرس؟ ف مشان نجيب اكس مودولا او اكس قوة سالب 1 في اكثر من طريقه. في الاكستندد كيديان الالجوريثم، وفي ايرورز ديتشن فانكشن. هدول تقدر بينهم تطلعوا الانفرس رقم مودلتي ومودل اي رقم، فبتستخدم واحد منهم وبتطلعوا قيمة اكس قوة سالب 1، تضربوها بسبعة بتطلع عن زد. فأنا لو كل راس هذا عرفت محله وعرفت ترتيب الستار تبعته، ف برتب الراصدين حسب الترتيب هذا زي هيك. بعدين كل راصد حيكون في اي بلس 1 ماينس في اي هو الجواب تبعه. هون ارباح هذا الراصد حيكون جوابه 6 ناقص 4 وزي هيك. هذا لو سايكل واحد، بس لو سايكل واحد مفهوم. بس لو كان اكثر من سايكل كل سايكل لحاله، لو كان اكثر من سايكل كل سايكل صح، بس بشتغل فيها لحالي. السؤال لو كان اكثر عدد ممكن من سايكل لا ممكن يوصل 10 قوة 9 لو تي بتساوي اكس، انه لو كان واقف على صفر فحيرجع على صفر فحيرجع على صفر واحد، فحكون عندك تي سايكلز. بس لو كان تي 2 حيكون 2 سايكلز. حيكون عندي 2 سايكلز، واحدة 0 2 4 6 واحدة ثلاثة خمسة سبعة. هدول اثنين سايكلز تبعوني. هسا
لو كل سايكل بتعملها لحال حي حيكون في عندنا مشكلة. هسا حكينا مشان اطلع الترتيب لرقم مثلا 4 فحكي زد اكس كونجروانت ل 4 موديولا 8 ف زد بتساوي زد كونجروانت ل 4 ب اكس قوس سالب 1 موديولا 8 قديش وقتها هون بنفعش نستخدم المودلة انفيرس مشان لو كان هسه هون جي سي دي اكس يساوي 2 فإذا الجي سي دي بين رقم تأخذ له انفيرس وتي ما بيساوي 1 ففعليا ما في انفيرس. مشان احل هاي الشغلة كل رقم بالسايكل الأولى بقسمها هيك على الجي سي دي فحتصير 0 1. كل رقم حقسمه على الجي سي دي 0 1 2 3 0 1 2 3. وإكس حقسمها على الجي سي دي يساوي جي تي حقسمها يساوي جي. بس الفكرة انه كل سايكل يعني بعد ما اقسم كل سايكل حيضل نفس الاشي حيضل نفس الاجز ما في اي تغيير كل راسة اعرف محله. فبعد ما قسمت الاكس على الجي وتي على الجي فالجي سي دي بين الاكس والتي صار 1 فوقتها صرت اقدر اخد مودلة انفرس. فبس هذا الحل لما يكون في عندي اكتر في سايكل. كان عنده سؤال؟ يس اخر شيء يكون في اكثر من سايكل؟ لا لما قسمت هذا الشيء لما كنت تطلع الموديل انفرس بس لما ما يكون تيكون لو عندي سايكل ما في 0 5 7 انا بدي اعرف هسه ترتيبهم 1 0 1 لا بس قلت لك هيك عشوائي السبعه ايش ترتيبها هاي السايكل مش هتعرفي. بس السبعه هي نفسها زد ضرب اكس زد اي قيمه ممكن تكون بتساوي 7 و3 انه 7 هي عباره عن 3 ضرب اكس فانا بدي اعرف قيمه زدها اللي هي 3 عشان اطلعها زد بتساوي 7 ب اكس هو سالب 1 اكس قوس سالب 1 مودلة تي بس اكس قوس سالب 1 مودلة انفرس في اكثر من طريقة تطلع بس لو اضربهم اضربهم بعض بطلع لك زد. فلكل راصد انت عارف ايش اول محل له ف بتطلع قديش زد للمكان اللي واقف عنده بعدين بترتبيهم حسب قيمة زد. فلكل راصد حيكون عدد النجوم بشوفها في اي او في هي قيم زد مرتبة فحيكون في اي بلس 1 ماينس في اي اللي هو كم نجمة بعد هي انا اول واحد حشوف.